بي اهلا بكم. بقى لنا 10 ايام او 15 يوم بتجيلنا كل يوم شكاوى من عن مستشفى الخانكه المركزي بابو زعبل ومقرها ابو زعبل. مستشفى الخانكه المركزي دي المفروض بتخدم 8 مليون شخص، 8 مليون شخص من مركز ومدينه الخانكه. مستشفى الخانكه المركزي بتخدم من اول شبين القناطر لحد المرج ولحد مستورد، بتخدم مربع كبير جدا في القليوبيه، بتخدم اكبر مركز في محافظه القليوبيه وهو مركز الخانكه. الشكاوى دي بتجيلنا الناس بتشكو من عدم وجود اسره، بيقولوا ان المستشفى ما فيش فيها الاربع سراير في الرعايه. الرعايه المركزه ما فيهاش الاربع سراير. اربع سراير بيخدموا 8 مليون مواطن، يعني اي واحد يروح في اي وقت يقولوا له والله المستشفى زحمه مفيش مكان. يضطر الاهالي ينقلوا الشخص من ابو زعبل اللي هو مقر مستشفى الخانكه ده، ينقلوه عشان يودوه اقرب مستشفى، يودوه السلام، يا اما يودوه الدمرداش، يا اما يودوه المطريه، يا اما يودوه مستشفى تانيه بعيد، وفي الطريق يكون المريض مات. ده نتيجه ايه؟ نتيجه اهمال وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أو إنه مش عارف وفي غفلة. دايرة الخانكة فيها أربع نواب في البرلمان وأربعة في مجلس الشيوخ، يعني 8 نواب. لو كل نائب جاب سرير أو 2 من ضمن الدعاية اللي بيعملهم، بدل ما بيجيب قماش ويتعمل لبسة في الآخر، لو جاب كل واحد فيهم جاب سرير كدعاية له، هيبقى حل المشكلة. وده مش بلوم على النواب بس، وكمان بلوم على وكيل الوزاره اللي احنا بنتصل عليه بقالنا 3 4 ايام ما بيردش على حد، لما عارف ان احنا خاف يرد وقال لا انا مش هرد، عشان لو رديت هضطر اقول ان فعلا في 4 سراير. فاضطرينا نتصل بالدكتور حاتم الشامي مدير مستشفى كرم ابو زعبل، وسالناه هي المستشفى الخانكه المركزي فيها 4 اسره فقط؟ قال فعلا فيها 4 اسره فقط في الرعايه. قلنا له الناس بتيجي وبترجع؟ قال فعلا الناس بتيجي وبترجع، لان مفيش اماكن عندهم. طيب انتوا لو مش هتحلوها، لو وزاره الصحه مش هتحلها المشكله دي، او النواب مش هيحلوها، احنا كاهالي، وانا واحد من هذه البلد، احنا كاهالي مستعدين نجيب اسره على حسابنا، ولكن وفروا لنا المكان اللي هنحط فيه الاسره، وفروا لنا الاماكن المجهزه، احنا مستعدين نشتري على حسابنا. اهالي ابو زعبل